مستمعينا الكرام، ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا 18، شوط مخصص للمفاريد الابكار. هذا الشوط 18، وبعد هذا الشوط شوطين ختاميين نختم بها سباق هذا الصباح. المقدمة مباشرة والصدارة مع مخيفة لسيد سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، هي من تسيطر على المركز الأول. نقلتنا على المركز الثاني من تحاذيها محاذاة تامة لحظات، ونتعرف على رقم المركز الثاني. إذن هي الشاهينية لسيد سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. المركز الثالث من الجانب الأيمن، هناك لحظات قليلة لنتعرف عليها. ناخذ المركز الرابع، تغاريد لراشد بن شفيع بن راشد الفهيدي المري. بينما المركز الخامس مع راهية لشباط بن صقر بن سعيد المريخي. عودتنا للصدارة، عودتنا للمقدمة مع مخيفة سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري. لا زالت تخيف المشاركين بهذا الانطلاق الاستثنائي. سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري مع المركز الأول. المركز الثاني أيضا انطلاقة الشاهينية سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. المركز الثالث الوصول من تغاريد راشد بن شفيع بن راشد الفهيدي المري. المركز الرابع هنالك الحذرة، وأول نداء للحذرة بشعار صالح بن سالم بن محمد بن جهويل. بينما المركز الخامس الانطلاق من قبل راهية لشباط بن صقر بن سعيد المريخي. عودتنا لها لبو سدرة، يا سلام مع مخيفة سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري. يا سلام، انطلقت مخيفة بدأت بالانطلاق في هذا الصباح. مخيفة للسيد سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح. يا سلام، انطلاق جميل وموفق من هذه البكرة الجميلة والرائعة، ولها مستقبل يا أبو محمد. تهانينا لها لبو سدرة على هذا الفوز وانتزاع المركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب سيوف لعلي بن محمد بن علي بن محمد بن ديلة. المركز الثالث تغاريد لراشد بن شفيع بن راشد الفهيدي المري. المركز الرابع الشاهينية لسعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. بينما المركز الخامس كان مع راهية لشباط بن صقر بن سعيد المريخي إن صح الصحيح. تهانينا وألفي مبروك لمالكي مخيفة سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، اللي قامت الشوط راس كما تتابعون على شاشة التلفزيون، وأنهت هذا الشوط أيضا مخزون احتياطي جميل. تهانينا والناموس والسلام يذهب إلى أهالي أبو سدرة. التوقيت الزمني 2:15 و97 جزء من الثانية، توقيت مخيفة. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني عطني رقمها. إذن هي سيوف لعلي بن محمد بن علي بن محمد آل نديلة. التوقيت الزمني 2:16 و27 جزء من الثانية. المركز الثالث كان مع الشاهينية لسعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت بتوقيت زمني قياسي 2:16:37 جزء من الثانية. تهانينا إذن وألفي مبروك لكل الفائزين وحظ أوفر.